بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا لفة جلاش 350 جرام او نص كيلو على حسب المتوفر. ولفة الجلاش زي ما هي كده هنبدأ نقطعها بالسكينة شرايح رقيقة جدا جدا على قد ما نقدر. وخلاص كده قطعنا الجلاش، هو بياخد مجهود بس شوية معانا. وهنجهز الشربات، عندنا كوباية الا ربع سكر، وهنضيف على السكر كوباية الا ربع مية، ومعلقة صغيرة عصير ليمون، وهنحط الشربات على نار متوسطة وهنسيبه يغلي معانا حوالي 7 أو 8 دقايق. وهنطحن في مطحنة التوابل 4 معالق كبار سكر، وهنحط السكر المطحون على الجلاش ونقلبه كويس. بعد كده هنضيف كوباية الا ربع سمنة سايحة، ونفرك الجلاش مع السمنة، بعد كده هنفرد الجلاش في صينية مقاس 26 أو 28، وهنسويه كويس. وهنكون مسخنين الفرن على درجة حرارة 180 وهندخله على الرف الأوسط. وخلاص كده استوت معانا وبتاخد معانا في الفرن حوالي 25 دقيقة على النار من تحت. بعد كده بنشغل عليها الشواية من فوق حوالي 5 دقايق، وأول ما تطلع هنسيبها بالشربات. بعد كده هنقطعها ونقدمها سخنة أو باردة، جربوها وإن شاء الله هتعجبكم جدا.